اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا الارهاب امبارح كان بيحاول انه يغتال فرحه المصريين. طالت ايدي الارهاب جنودنا في سيناء، انفجار طبعا تابعناه في تغطيتنا الاخباريه وتحدثنا عنه النهارده بالصوت والصوره مع زميلنا كريم من سيناء. الصوره اللي معانا دلوقتي هي على الهواء مباشره، انتظار جثامين الشهداء امبارح اللي راحوا ضحية تفجير مديرية جنوب سيناء. ثلاث شهداء وعدد كبير من المصابين بإصابات خطيرة، تفجير نتيجة سيارة مفخخة ب 350 كيلو تي ان تي داخل مديرية أمن جنوب سيناء. التفجير كان من على بعد زي ما وردت معلومات في الصحف النهاردة وقريناها مع حضراتكم. أحدث حفرة عميقة عمقها 5 متر وعرضها 4 متر. خلينا يعني نشوف المشهد عن قرب من خلال هذا البث المباشر من مدينة الطور. مشوار طويل المشهد اللي معانا. أسر شهداء تفجير مديرية أمن جنوب سيناء بينتظروا جثامين ذويهم. واضح طبعا أنه الذكرى 40 لانتصار أكتوبر المجيد أمس الأول أثارت حفيظة الجماعات التكفيرية والإرهابية وقررت أنها تعكر صفو هذا اليوم اللي بيحمل طبيعة وطنية أولا وأخيرا، وأيضا له مكانة كبيرة لدى كل مصري. وكانت هذه الجرائم الإرهابية، التصعيد الإرهابي امبارح كان متزامن مع بعضه، كان يعني مجمل الشهداء في معلومات بتقول انهم 9 شهداء، في معلومات بتقول انهم 10. الإصابات كبيرة سواء في سيناء او في الإسماعيلية أيضا اللي شهدت كذلك حادث إرهابي خسيس. المجهولين استهدفوا مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة الطور بسيارة مفخخة، استشهد 3 من القوات الأمنية على الأقل وأصيب أكثر من 50 شخص وفيهم إصابات خطيرة جدا. وفي مصدر أمني رفيع في جنوب سيناء قال إن العبوة الناسفة استهدفت المديرية وتم تفجيرها عن بعد بعد وضعها في سيارة داخل المبنى. ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويصبر أهليهم اللي واقفين مستنيين جثامينهم، يصبرهم على ما ابتلوا به. على جانب آخر، يعني كان في نفس اليوم وبالتزامن مع هذا الحادث الإرهابي تعرض كمين للشرطة العسكرية، كان مجاور لميدان الرماية في الجيزة لإطلاق كثيف للنيران من قبل مجهولين بعد منتصف ليلة أول امبارح، واستمر لنحو ساعة ونصف الساعة.
أستاذ عزت، كنا بنقرأ الصحف الغربية، الصور دي بيتم تناولها، المشاهد دي بيتم التعاطي معها في الصحف الغربية والحديث عنها وعن أيادي الإرهاب اللي بتطول جنود بيأدوا مهمتهم وناس قاعدة في المبنى اللي خاص بعملها. هو للأسف الشديد أنه في ما يتم تداوله هي فكرة انقسام المجتمع المصري، وده على خلاف الحقيقة، أنك تواجه أقلية أصبحت تحمل السلاح وتحاول أن تسبب أكبر ضرر ممكن لقوات الشرطة والجيش في البلاد. هذه الصورة أعتقد من الإعلام الغربي في حاجة أيضا إلى أن قدر من المراجعة، ولكنها مرتبطة ليه أكثر. ليه أستاذ عزت في رأيك بيتم تجاهلها؟ يعني الصورة واضحة مش محتاجة لتعليق، بتتكلم لوحدها. يمكن مرتبطة أكثر بالسياسات الغربية وبالموقف مما حدث في مصر في 3 يوليو، زي ما قلنا قبل كده أنه تصوير الأمر على أنه انقلاب في الوكالات الكبرى، خاصة الوكالات الأمريكية، الصحف الأمريكية الكبرى، هي مسألة غالبة على التغطيات الخارجية، أنه عدم الامتثال إلى الرؤية الأمريكية بشأن إدماج جماعة الإخوان وعودة التفاوض مع الجماعة مرة أخرى واستمرار العمليات ملاحقة المطلوبين من الجماعة يثير حفيظة الدوائر الغربية. بعض الصحف تبدو منصفة في نقل الصورة وأنه هذا إرهاب من جماعة الإخوان، لكنه في نفس الوقت في قدر كبير من التحامل على الوضع الداخلي في مصر نتيجة عدم رغبة في تصديق ما يحدث، وأنه يمكن الرؤية ديت واضحة في أكثر من مقالات الكتاب الكبار والباحثين الشرق أوسط اللي دايما بيشوفوا الأمر على أنه التضييق الأمني سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب، ومزيد من الإرهاب سيؤدي إلى في مصر سيؤدي إلى عواقب على الولايات المتحدة نفسها، وهم ما لا تريد الولايات المتحدة أن تذهب إليه، وربما يريدون أن يظل موجات الإرهاب في مصر تحت السيطرة. كانت لديهم مصلحة في وجود جماعة الإخوان، وبحكم أنه هناك كانت هناك صفقة كما تعلمين أنه فكر أن الجماعة قادرة على احتواء التنظيمات المتطرفة. يعني الأهالي بترفع صور أبنائها، كل اللي يعني بيروح في هذه الحوادث الإرهابية، يا أب يا ابن بيعول أسرة، في والد في أم بتاخده عكاز لها فيما تبقى لها من العمر، والحقيقة إنها تفقده إذا كان ابنها أو يفقده إذا كان والده، يعني يدمر ما تبقى من العمر. جدير بالذكر أنه من بين المصابين في هذا الحادث الإرهابي حكم دار جنوب سيناء بإصابة أيضا خطيرة. أنا كنت أتمنى أنه يحصل أنه المكاتب الإعلامية في الخارج تقوم بعقد مؤتمرات صحفية للإعلام الخارجي في الدول نفسها. طيب احنا معنا هنتابع الصورة من جنوب سيناء، انتظار أسر الشهداء لاستلام جثامين ذويهم اللي استشهدوا في هذا الحادث الإرهابي، وفي نفس الوقت بنتابع مع حضراتكم آخر الأخبار من السودان. تضييق الخناق على الصحفيين أثناء تأدية عملهم ونقل الأحداث والصورة في السودان. خلينا نعرف الموقف أكتر من المحلل السياسي معنا على الهاتف من السودان، الأستاذ محمد الأصبط. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ محمد. يعني في ظل الأجواء الثورية اللي موجودة الآن في السودان، إيه اللي بيحصل مع الصحفيين بالضبط يعرقل عملهم ونقل الصورة لينا جميعا والحقيقة كمان؟ مع كل أسف تعيش الصحافة السودانية هذه الأيام أسوأ مراحلها في تاريخ الصحافة السودانية الحديث. لا يستطيع الصحفي السوداني أن يروي قصة ما حدث. إذا كتب قصته الخبرية عن خروج تظاهرات وسقوط ضحايا لا تنشر الغصة في الصحف، وبلغت الأمر للأجهزة الأمنية أن حددت حتى كتاب أسلوب بوك ستايل للصحفيين ليكتبوا ما ينسجم مع رغبة الأجهزة الأمنية. مثلا لا يستطيع الصحفي أن يكتب
تظاهرات عليه ان يكتب اعمال تخريبيه، لا يستطيع ان يكتب سقوط شهداء، لا بد ان يكتب سقوط مخربين. وبالتالي الصحف عندما تصل في الخرطوم وتغريها في اليوم التالي تحس كانك تغري صحف تصدر من كوكب المريخ وليس من بلد مثل السودان. طيب التعامل يعني من قبل الصحفيين يعني اكيد بيكون مصرين على نقل الحقيقه للناس ونقل اصوات السودانيين اللي بيعانوا الايام دي. الصحفيين مع كل اسف ليس امامهم خيار سوى اللجوء الى الانترنت، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع السودانيه الاخرى والحديث الى القنوات الفضائيه والاذاعات. هذا هو السبيل الوحيد للصحفي السوداني في هذا الظرف لنقل ما يجري في استقاء معلومات. المؤسف والمحزن ان هذه الوسائل متاحه بقدر يسير جدا جدا للصحفيين السودانيين والاعداد غريبه جدا منهم. الاسماء المعروفه بالنسبه للميديا العربيه والاجنبيه. اما الغالبيه العظمى من الصحفيين فهم مغلوبون على امرهم، لا يستطيعون ان ينشروا ما يحدث. الأسوأ من ذلك ان غالب الصحف هي شركات خاصه يملكها اشخاص مستثمرون حريصين على الحفاظ على اموالهم، وبالتالي لا يستطيعون ان يتقدمون خطوات اوسع من ما اعلى من الشخص الذي تحدده الاجهزه الامنيه. وبالتالي اصبحت المهنه من الصحافه السودان على المحك. الغاري الذي يشتري الصحيفه بماله لا يستطيع، لا يفك الصحيفه، وهذا اول مسمار في نعش المهنه. عندما تكون تعمل في مهنه وانت اصلا الصحفي اصلا هو خادم الغاري، هو خادم الحقيقه. عندما لا ينقل الحقيقه تصبح السلعه التي يقدمها للغاري سلعه فاسده، وبعد مرور الوقت تصبح هذه السلعه غير مجديه وغير مرغوبه. بشكرك أستاذ محمد الأصبط المحلل السياسي. طبعا السودان بتشهد ثورة الآن، وواضح أنه في تضييق لنقل الحقيقة من الشارع السوداني والصورة بوضوح وكاملة للعالم. أستاذ عزت أنا بشكر حضرتك على هذه الجولة الصحفية في الجرائد الغربية وكذلك الوكالات الإعلامية وأهم ما جاء فيها من عناوين. مشاهدينا بشكركم على المتابعة الإخبارية. الصورة هتفضل معانا من جنوب سيناء، أسر الشهداء في انتظار استلام جثامين ذويهم، لحظات قاسية وصعبة عليهم وعلينا الحقيقة. كل واحد بيروح في الأيام دي لا يقل بطولة أبدا عن أبطال أكتوبر اللي احنا احتفينا بيهم وبنحتفي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، ذكرى رقم 40، لا يقلون بطولة عنهم. ربنا يا رب يرحمهم ويصبر أهلهم. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع إبراهيم فايق، خليكم معانا. اللهم انا هنا حلفيه اكثر.